يبقى المتابعة. وفقرتنا اللي جاية عن بروفايل عن الفنان الراحل الجميل محمد قنديل، واللي بيوافق النهاردة يوم ميلاده 11 مارس 1929، ده كان تاريخ ميلاده، وتوفي في 9 يونيو 2014. هو كان اسمه الحقيقي قنديل محمد حسن، مش محمد قنديل، وهو كان من مواليد شبرا. وهنتعرف على تفاصيل أكتر في البروفايل الفنان الكبير محمد قنديل اللي متعنا بصوته الطربي الجميل، وطبعا أغنيته الصباحية يا حلو صبح اللي هنسمعها دلوقتي مع حضرتك. خلينا نتابع. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير، وحق ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح يا هرنا فل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق، مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق، والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل.